خطوط السير والمواقف المحددة لمواكب سيارات المشاركين في الحشد الشعبي المندد بالعدوان ميدان 70 السبت 26 من شهر مارس 2016. المدخل الشمالي صنعاء المطار أرحب، وقد خصص للمشاركين من عزل وقرى وسط وشرق بني الحارث، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه منها غربا عبر شارع الستين وسير فيه على امتداده مرورا من نفق جولة عمران ومن جسر مذبح ونفق عصر وصولا إلى جولة المصباحي، ومنها الاتجاه غربا عبر شارع حدة والسير فيه حتى تقاطع جامع الرحمن، ومنه الاتجاه جنوبا عبر شارع المار من أمام السفارة الألمانية حتى الشارع الغربي ميدان 70، ومنه الدخول إلى الموقف الجنوبي الغربي لميدان 70 بحيث تأخذ السيارات مواقعها بشكل منظم ويتوجه ركابها سيرا على الأقدام إلى ميدان 70. خطوط السير والمواقف المحددة لمواكب سيارات المشاركين في الحشد الشعبي المندد بالعدوان ميدان 70 السبت 26 من شهر مارس 2016. مديرية أرحب، وحدد لهم الاتجاه عبر طريق أرحب صنعاء حتى جولة المطار، ومنها مواصلة السير جنوبا عبر الطريق المؤدي إلى مدينة الروضة مرورا من أمام الكلية الحربية حتى شارع النصر والاتجاه منه نحو السائلة والسير فيها على امتدادها باتجاه الجنوب حتى جسر 45 والخروج منها والسير بعكس الخط إلى الموقف الشرقي لجامع الصالح، بحيث تأخذ السيارات مواقعها في الموقف بشكل مرتب ومنظم وترجل المشاركين منها والسير مشيا على الأقدام إلى الميدان. خطوط السير والمواقف المحددة لمواكب سيارات المشاركين في الحشد الشعبي المندد بالعدوان ميدان 70 السبت 26 من شهر مارس 2016. المدخل الشمالي الشرقي وخصص للمشاركين من مديرية بني حشيش مديرية نهم، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية ومنها الاتجاه شرقا عبر شارع النصر حتى نهايته مرورا بمدينة سعوان ومن أمام السفارة الأمريكية حتى جسر عمر المختار شرة، ومنه إلى الخط الدائري الشرقي والسير فيه على امتداده حتى جولة وجسر العمري والدخول منه إلى شارع خولان والاتجاه جنوبا حتى جولة المرور، ومنها الاتجاه غربا عبر شارع المار من أمام المرور حتى شارع تعز، ومنه الاتجاه جنوبا إلى جولة المرور ومنها الدخول إلى شارع الستين وحتى جسر الأجينات والاتجاه شمالا عبر شارع الثلاثين والنزول منه إلى سائلة حتى تقاطعها مع الموقف الشرقي لجامع الصالح، بحيث تأخذ السيارات مواقعها بشكل مرتب ومنظم والتوجه سيرا ومشيا على الأقدام إلى الميدان. خطوط السير والمواقف المحددة لمواكب سيارات المشاركين في الحشد الشعبي المندد بالعدوان ميدان 70 السبت 26 من شهر مارس 2016. مديريات أمانة العاصمة، بالنسبة لمديريات أمانة العاصمة عليهم الالتزام بالتالي: مديريات صنعاء القديمة والوحدة عليهم التوجه إلى ميدان 70 عبر شارع كلية الشرطة إلى جولة المالية، ومنها الاتجاه شرقا إلى تقاطع الصافية، ومنه الاتجاه جنوبا عبر شارع العصيمي حتى نهايته، بحيث تأخذ السيارات مواقعها في الشارع نفسه وفي الشوارع المتفرعة منه بشكل منظم ويسير المشاركون فيها مشيا على الأقدام إلى ميدان 70. خطوط السير والمواقف المحددة لمواكب سيارات المشاركين في الحشد الشعبي المندد بالعدوان ميدان 70 السبت 26 من شهر مارس 2016. مديرية 70 الوصول إلى جولة وتقاطع الأجينات، ومنها الاتجاه شمالا عبر شارع 30 ومنه النزول إلى السائلة، ومنها الطلوع إلى شارع 45 وعكس الخط وصولا إلى الموقف الشرقي لجامع الصالح.